مشاهدينا أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من أول السطر. طبعا حابة في بداية حلقتي النهاردة أقول لكل اللي بيتفرجوا علينا كل سنة وانتم طيبين، هابي نيو يير، يا رب تكون سنة سعيدة وخير على كل اللي بيشوفونا دلوقتي. رسالة كمان مني لإخواتنا الأقباط، كل سنة وانتم طيبين، يا رب اللي احنا ما حققناهوش في 2019 نقدر نحققه في 2020 بإذن الله. النهاردة حلقتنا هتكون كلها لايت شوية، هيكون معانا أبراج وهيكون كمان معانا استشاري أسري، هنتكلم فيه عن كل حاجة النهاردة، هنتكلم عن مشاكلنا وهنتكلم إزاي نخش سنة جديدة بطاقة وحيوية وكل حاجة جميلة. يا رب النهاردة تكون حلقة سعيدة كده على كل اللي بيشوفونا، ويا رب أكون برضو ضيفة خفيفة على قلبكم النهاردة. خلونا بقى نتكلم شوية عن التفاصيل اللي قابلتنا في الشارع وإحنا كنا بنصور تقريرنا. قابلنا بهجة، قابلنا حاجات حلوة كتير جدا، كانت بالنسبة لي أنا حاجة كويسة جدا إن أنا أشوف الناس وهي مبتسمة. كنا عاملين حاجة برضو لايت كده معاهم، كانوا فرحانين بيها جدا. عايزين نتكلم بقى شوية عن التفاؤل وعدم التشاؤم. قابلني كتير قوي على موقع السوشيال ميديا الفترة الأخيرة لحد امبارح تقريبا، وأنا بفر كده شوية على الفيسبوك لقيت ناس كتير جدا متشائمة برضو ب 2020، يقولوا يعني ايه اللي هيحصل يعني السنة دي، ما هي كل سنة نقول هيحصل حاجة جديدة ومحصلش. حابة بس أنبه عن حاجة بسيطة. أولا السنة الجديدة هي سنة بتاخدنا بس بأعمار ليس أكتر ولا أقل، أما القدر هو موجود سواء في 2019 في 2020 ايا كان العمر بينا هو هو نفس القدر. طيب ازاي نستقبل سنه جديده؟ عايزين نستقبلها بتفاؤل، عايزين نستقبلها بكلام كويس، عايزين زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت نطيب خاطر بعض، نبتدي ندي كده تلميحات بسيطه ان شاء الله السنه اللي جايه علينا دي هتكون سنه كويسه، ان شاء الله هنقابل حاجات احنا ما عملناهاش او ناس احنا ما قابلناهاش في حياتنا هنشوفها السنه دي والكلام ده كله. طبعا مش حابه بقى اقول بابا نويل كان عامل اجواء كتير قوي طبعا في الشوارع، وكان ده حاجه بتدي للاطفال كمان حيويه اكتر وكنا مبسوطين جدا بيها. مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، ولكن فقراتنا النهارده هتكون مختلفه شويه. هيكون معانا فقرتين زي ما قلت لكم في البدايه، هيكون معانا استشاري اسري وهيكون معانا كمان ابراج. مستنيين تعليقاتكم ورسائلكم وهنرد عليكم، والنهارده حلقتنا مفتوحه من القلب. مش هطول عليكم اكتر من كده، هنطلع لفاصل بسيط ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل بتاعنا، ويا رب ما نكونش طولنا عليكم. اول فقره معانا النهارده استشاري علاقات اسريه، وهو اللي هيكون منور فقرتي النهارده الاستاذ احمد البدوي. منورني. تسلمي، منور بيكم. اهلا بيك. منورني ومنور الاستوديو النهارده. تسلمي ومبروك البرنامج الجميل. ميرسي. عايزه اقول لك بقى اول ما نزلنا كده تنويه على البيج بتاع البرنامج بتاعنا وقلنا ان انت معانا النهارده، جات لنا رسائل بعدد شعر راسنا. شرفني شرفني، سعيدني. ان شاء الله كده نقدر نساعد الناس من خلال فقرتنا وتدي لهم نصايح كتير ونخش كده 2020 وانت معانا وكل التفاؤل بقى. ان شاء الله يا رب. حابة أبدأ معاك بقى فقرتي النهاردة عن موضوع شغلنا كلنا وهو التنمر. مش عايزة أتكلم بقى التنمر بس عن الأطفال أو بحد معين، إحنا عايزين نتكلم عن التنمر بشكل عام. بشكل عام. في أوقات كتير جدا بتعود علينا ناس بتمشي كده تتنمر، يعني هي بالملخص معنى التنمر تريقة. صحيح. ماشيين يتريقوا بقى سواء على الجسم اللي مليان، ممكن يكون مريض بيتريقوا على اللون، ودي حاجة من مخلوقات ربنا طبعا احنا ما ينفعش ان احنا نتكلم عن ده. صحيح. عايزة بقى رسالة النهاردة يا استاذ احمد تدهلنا ان احنا نخش 2020 من غير تنمر، من غير تريقة على الناس، وبالذات لما يكون الشخصية اللي قدامنا فيها حاجة لمخاليق ربنا احنا ما ينفعش لينا دخل فيها خالص. بصي، بداية التنمر هو كمصطلح جديد بالنسبة لنا، انما هو زي ما انت قلتي كده هو موجود من زمان بمسمى التريقه وحاجه قديمه جدا يعني، لكن المصطلح يمكن التنمر هو اللي جديد شويه في السنين الاخيره. هو الموضوع بسيط، في خط رفيع قوي ما بين خفه الدم والهزار وقله الذوق. مظبوط. هو ده الخط اللي ما بين الهزار والتنمر. لو انا مع اصحابي ايا كان، صاحبي صديقي ده او اي حد معدي في الشارع او سواء في الصفه دي او لا، لو هو قابل مني الكلام يعني متقبل وبنضحك مع بعض، انا زي ما انا بقول له هو بيقول لي، هنا مفيش مشكله لحد دلوقتي، ما بقيناش تنمر، بقينا هزار. الخط الرفيع هو عدم تقبل الاخر للكلام اللي انا بقوله.
مظبوط. فإذا اللي قدامي أنا شايف إن هو مش متقبل ده، مش متقبل كلامي ولا تعليقي على شكله أو على صفة فيه أو على طريقة كلامه أو على طريقة لبسه، هو مش متقبل، خلاص ده بقى تنمر كده. لكن هو تقبل، إحنا هو ده الهزار، عشان ما حدش يخلط يقول يا عم أنا بهزر، هو في إيه، مالك قافش ليه كده، أنا بهزر. لا، الخط الفاصل بين الاتنين هو تقبل الآخر. فإحنا بنقول يا جماعة، طول ما أنت في كلامك بتراعي الأدب العام، الذوق، الشكل اللي تحب الناس تكلمك بيه أنت أصلا، واللي قدامك متقبل ده، أنت تمام. جاست إنك عديت الحتة دي، الشخص اللي قدامك مش متقبل طريقة كلامك ولا وصفك ليه، أنت كده متنمر. طيب نقدر نعرف بقى امتى ان احنا بدأنا نتنمر؟ يعني ممكن مثلا انا اكون شايفه حد بيتنمر واقول له ما ينفعش، قله الذوق، يرد عليا يقول لي انا بهزر عادي، هو مش حاسس ان هو كده بيتنمر او مش حاسس ان هو بيجرح اللي قدامه. صحيح. امتى بقى نعرفه ان ده غلط، او امتى هو يحس من جواه ان دي خلاص مرحله ما ينفعش انا حدي يعني اعديها مع اللي قدامي؟ بصي، عندنا ضوابط عامه، الذوق في الكلام، يعني الكلمه الطيبه، الكلمه الحلوه. مظبوط. لكن انا ممكن اقول ايه، ده يا عم ده افيه هزار. لو اللي قدامي متقبل، ده المعيار الرئيسي بتاعي، لو اللي قدامي متقبل اللي انا بقوله ومبسوط، المعيار التاني بقى هو انا لو اتقال لي نفس الكلام، يعني انا اقيس على نفسي، انا معيار نفسي، لو تمام. اتقال لي نفس الكلام هكون مبسوط، مش هكون متضايق، لازم المعيارين مع بعض. انا كده هتقبل الكلام ده لو اتقال لي، الحاجه التانيه اللي قدامي مبسوط وبيضحك والدنيا ظريفه وما فيش مشاكل، مش زعلان ولا حاجه، خلاص. لكن لو اللي قدامي بين عدم رضا عن اللي بيتقال، او انا لو اتقال لي الكلام ده بزعل، هما دول المعيارين، غير كده انت تمام. لكن لو حاجه من الاتنين دول حصلت، يبقى انت متنمر، انت كده بتمارس التنمر. وبعدين التنمر في كذا عامل عاملينه حوالينا، يمكن في 3 حاجات اساسيه مسببه لنا التنمر في حوالينا في المجتمع ونشرها شويه. اول حاجه تربيه، ان يكون أكيد. البيت نفسه بيمارس التنمر ده من الصغر، او مظبوطة. لو مش بيمارس عليه، مش بيمارسه، بيشجع عليه. يعني ما عندوش مانع ان ابنه او بنته يقول كلمه على اخوه او على حد معدي او على حد في التلفزيون او على حاجه في الموبايل، المهم ان هو البيت ما بيعترضش لده، فبالتالي الولاد بيعتبروا ان ده هزار. فدي اول حاجه تسبب التنمر او تنشره. الحاجه الثانيه الميديا، سواء بقى الافلام، المسلسلات، البرامج، اي حاجه من النوع ده، انما اعمل افيهات على عجز عند حد او اصابه للأسف صح. او لون او شكل، وكتير ومن نجوم كبار، وبعدين مع الشباب الصغير، نلاقي كمان ناس بتمارس الموضوع وبيتكلموا عادي هو يعني. بيقلد صح الافيه، ما هو مظبوط. ضحك على الافيه ده، فخلاص. فبقى عندنا التربيه في البيت، الميديا بكل صورها من افلام ومسلسلات واغاني وبرامج وكل حاجه. الحاجه الثالثه المجتمع، المجتمع ساعات، المجتمع الصغير او الكبير، بيدعم التنمر. يعني انا مجموعه اصحاب، واحد فينا مستلم واحد كده زي ما نقول الشباب بيقولوا كده مطلعه على المسرح ونازل رص فيه، واحنا بنضحك، مش هيحس ان في حاجه غلط خلاص خالص. بالعكس، ده انا صح. بقول له يلا يا نجم بقى، يعني اديله فوق دماغه كمان، يلا يعني ضحكنا احنا، انت بقى انت كده ستار بالنسبه لنا، انت اللي بتضحك الشله كلها. ده كبار وصغيرين وستات ورجاله، ده بيحصل ان احنا نسمح بالتنمر، ندعمه. طيب لو هنتكلم بقى في الجزئية، انت دخلتنا في جزئية تانية برضو حابة ان انا اتكلم عنها. انت بتتكلم عن التربية وبتتكلم عن البيت والعلاقة الأسرية بينهم والكلام ده كله، امتى نحس ان الطفل بيتأثر من البيت بالذات في حالة الانفصال الأب عن الأم؟ بصي، الانفصال ده حاجة عمر، يعني ما فيش، لو رجعنا كل القرآن والسنة وتلبش، هتلاقي حاجة بتقول على حلال أبغض الحلال عند الله، عند الله الطلاق. هتلاقي الطلاق، الانفصال. ليه بقى؟ لأن الانفصال بيعمل جزر، في جزيرة للأب، في جزيرة للأم، وفي جزيرة للأولاد، ويمكن كل ولد من الأولاد كمان يبقى في جزيرة لوحده في عالم تاني. البيت اتكون وتأسس على ود وعلى تراحم، وعلى ان الزوج والزوجه هنوا وخدوا قرار يأسسوا عيله، والعيله ديت فيها اطفال. ملاحظ جديد كتير جدا في الفتره الاخيره، ان الجواز ما بيدومش شهر شهرين سنه سنتين وخلاص، على كده الناس زهقت من بعضها.
انا بصراحه بشوف ان ده فيه شيء من اللامسؤوليه، لان انت خدت قرار كراجل او كست ان انتوا تاخدوا القرار ده وتكونوا اسره. ما دام خدتوا القرار لازم تتحملوا تبعاته، لازم يبقى عندي مسؤوليه، لان الاطفال بيتدمروا في الانفصال تدمير كبير جدا، لان احنا اذا كنا احنا في البيت الواحد وبيبقى فيه عندنا مشاكل سلوكيه ونفسيه للاطفال، ما بنعرفش نسيطر برضو بالقدر الامكان اللي موجود. صح، وبناخد وقت على ما نقدر نعمل ده، وبندخل مراحل مراهقه ومشاكل وبنشوف كتير فعلا. فما بالك بقى لو الاثنين انفصلوا، ويا سلام بقى لو كل واحد فيهم طبعا انفصل عنده الحريه انه يتجوز ويكمل يعمل حياه تانية، والله اعلم هتنجح ولا لا برضه، ويبدا الولاد بيضيعوا في النص. انا يعني انا بالنسبه لي اي زوج وزوجه خدوا القرار ان هم يكونوا البيت عليهم مسؤوليه كبيره جدا لانجاح العلاقه دي، لازم تستمر. هم العامل الرئيسي لبني البيت. طب صحيح، ولازم يبقى بينكم حب ولازم بينكم تفاهم. وبعدين احنا يعني الموضوع بسيط قوي، انت كنت من شهرين ثلاثة ولا من سنة ولا من اتنين بتحبوا بعض وخدتوا القرار انكم تعملوا ده، فجأة لأي سبب بتقرر انك تقضي على البيت ده، لا فين بقى، فين محاولاتك لإنجاح البيت ده وإنجاح البروجكت ده؟ انت لو داخل مشروع ب 20 30 ألف جنيه، لو عامل المحل بقالة صغير هتبذل المستحيل أكيد عشان ينجح ويجيب فلوس. صح مظبوط. فما بالك بقى أنت بتكون أسرة وبيت وحياة. يا أخي حتى لو الست أو الراجل مش مبسوطين خالص، لا اقعد، ده مشروعك، اقعد حط إيه الحاجات اللي مضايقاني إيه والحاجات اللي مش مضايقاني إيه، وأنا عايز إيه وعايز بكرة يبقى فيه إيه. لا وكمان عايزين يبقى فيه تسامح ما بينهم، عايزين نفهم دايما الزوج او الزوجه لما يكون الراجل غلطان او الست غلطانه، مش بالخلاف او مش بالصوت العالي، مش بالمشاكل، دايما لما يكونوا هما الاثنين متفاهمين العلاقه بتستمر، حتى ايا كان الغلط، حتى لو الغلط كبير عندنا، طول ما الاثنين هما الاثنين في كفه واحده ووزنه واحده ماشيين مع بعض، طول ما البيت بيفضل مستمر. في ناس كتير جدا بتيجي تقول يا استاذ احمد انا مستحمله عشان خاطر بيتي. في ناس ترد عليها تقول لها ده ضعف، انا بالعكس انا مش شايفه ضعف، بس ممكن شايفاه ان هي محملة نفسها فوق طاقتها، بس البيت لما ينجح وهي مستحملة أهون بكتير من إن البيت يخرب وهي بس اللي تبص لنفسها. ده أنا بتكلم سي بقى سواء راجل أو ست. صحيح. إحنا بنتكلم إن الاتنين تمر، أنت بنيت بيت تمر، أنت عملت أسرة، لازم تكون قد المسؤولية. صحيح. عندنا الشباب دلوقتي معظمها بقت واخدة فكرة الجواز في حاجة واحدة بس، الفرح، وإن أنا متجوز ست حلوة، وإن أنا بقى همشي براحتي وأجي براحتي وأسهر معاها مش عارفة إيه. أول ما الست تبتدي إن هي تحمل، شكلها يتغير، تبتدي العوامل بتاعة البيت بقى تغيرها والكلام، والمسؤوليات تقلل من شكلها شوية والكلام ده كله، يبتدي هو ينطلق في حته تانية خالص، يقول لك بقى خلاص يعني بيعتبرها، سوري في اللفظ طبعا انا مش حابه اقوله بس ده المطلق عندنا دلوقتي، اباجوره، انا متجوز حاجه في البيت خلاص، برجع تغسل لي هدومي، تطبخ لي، الكلام ده كله خلاص. انا عايز اقول لك ان ده بيحصل من الخطوبه، بعد ما بيخطب على طول يبدا الراجل يحس ان هو يعني رشدي اباظه، اللي كان يستاهل ست احسن من كده بكتير، وان هو اتورط، ونفضل بقى ايه في الحاله ديت لحد ما يتم الجواز. بعد الجواز زي ما انت قلتي كده بيبدا تبدا المسؤوليات، فيبدا لا 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 يا عم مش لاعب، يعني انا مالي، انا كان مالي ومال الكلام ده، ويبدا يحسبها حسبه انا كنت استاهل حاجه احسن من كده. بالظبط، هي دي بقى اللي انا كمان نقطه عايزه اتكلم عليها جدا. دلوقتي عندنا شباب بتقول لك انا مش عايزه اتجوز واحده بتشتغل، انا عايز واحده تبقى ست بيت. اوكي، نيجي نتجوز الست البيت، بعد كده يجي مثلا واحد زميله واخد واحده بتشتغل، الكلام ده كله، يبتدي يبص نظره لمراته اللي هو يعني شايفه الستات بتعمل ايه، اللي هو يعني انت عايشه عيشه ما حدش عايشها، ده شوفي غيرك بيجري وبيشتغل وبيعمل. احنا عايزين برضو نديهم نصيحه ان سواء ست البيت او البنت اللي بتشتغل ايا كان حد فيهم، دي ليها مقدار هي بتعرف تعمله، التانيه ما بتعرفش تعمله. بصي، بصرف النظر بقى عن الشغل وعدمه، طبعا الشغل يعني حاجه لازم يتعمل حسابها في المعادله اذا وجدت، يعني اذا كانت الست بتشتغل لازم طبعا يتراعى ظروف انها بتشتغل، والعكس لو هي في البيت يتراعى فكره انها جوه البيت باستمرار وبتاع، يعني سواء دي او دي ليها معادله. بس انا عايز اقول لكل زوج وزوجه، بصوا يا جماعه، في حاجه في الجواز اسمها عين الرضا. فإذا أنت شفت زوجتك وأنت شفتي زوجك بعين الرضا، فأنتوا اتحلت المشكلة. يعني إيه عين الرضا؟
عين الرضا يعني ان انا اتقبل اللي قدامي، اسامحه، وفي المقابل هو بيتقبلني وبيسامحني على اي اخطاء عندي. يعني انا زي ما بعامل صاحبي الانتيم كده واقول له انت، اسامحه على مواقفه معايا عشان اقول ده عشرة عمر. فمن باب اولى الزوج والزوجة انك تسامح، انك تطور، انك تعدل. وزي ما قلنا من شوية، المشاريع اللي فيها فلوس احنا بنهتم قوي انها تنجح وبنصبر عليها. فاحنا محتاجين عين الرضا، نبص لحياتنا ونفرح بيها. يعني انا لما اشوف ابني او بنتي قدامي، انا يعني ده اللي انا بفهمه وبحسه بصراحه وبشوفه بحب، انا خلاص انا عايز ايه من الدنيا؟ يعني مش معنى كده ان حياتي وقفت على كده، لكن بقول ان ده يساعدني ان انا انجح العلاقه دي. حتى لو عندي فيها قصور او شايف فيها سلبيات، لا انا اقدر انجحها. انا احيانا تلاقي اباء او امهات بيبصوا لاولادهم على انهم مشكله في حياته عشان شويه مشاكل بتحصل. مظبوط. هم نعمه كان بيتمناها من الجواز، ده كان نعمه انت من كام سنه كنت بتتمناها انها تحصل، وكنت بتتمنيها انها تحصل، وبتدعي ربنا ليل نهار يا رب انا عايز اتجوز. لما بقت في ايديا ده الرضا بقى. لا انا واي حد عن تجربه، وكلنا شفنا ده، ان انا لو عندي مشكله في الجواز وقلت لا استسلمت وخلاص ونهيت حياتي على كده ورحت عملت حياه جديده من وجهه نظري ان ده الاحسن وده الافضل، وهي دي بقى الشخصيه المناسبه ليا، الاولانيه دي ما كانتش كويسه، بنسبه كبيره جدا بتبقى اسوأ. طبعا بدون قطع كلام أستاذ أحمد، لسه موضوعنا مخلص، بس هنطلع لتقرير بسيط النهاردة، تقرير حلقتنا، ونرجع لكم تاني. واللي هيطلع فيها تقراه بالحرف قدام الناس كده، ولو فيها سؤال تنفذه. شطرموخ طاخ في الترلالي. شطرموخ طاخ في الترلالي. يلا يا عم الحاج عشان ناقصين لمخه في الكلام. شطرموخ طاخ في الترلالي. امشي يلا. الشم ايه ده؟ ده كلام وطي. ايه لا الشم رموخ. الشيخ رموخ طخ في الترلالي. لو هقول اغنيه لعشرين عشرين وداع يا دنيا وداع. بيت ما بتتلالي. اولا احب اعبر عن سعادتي لوجودي وسطيكم. انتوا بتعملوا ايه؟ هو انا كنت مطلقها وجاي اردها؟ ما تفهموا حاجه. يعني انا فران وطفايه بتوع الزرايب. عيب الانبي، عيب الكلام ده. ذكرت سانتا جالك ولا لا؟ يضحك ايه؟ تشي بام تخرب انت. ايه اللي مستنيه في 2020؟ ايه هو قالها؟ هو انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا ايه اللي وداه؟ مش البتاعه دي احنا بناخدها ولا علينا دي ولا ايه دي؟ ما يطلت عليكيش. الترلالي ما بطلت عليكيش. ما يطلت عليكيش. ما يطلت. قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع. انا ما بتطلع عليكيش. سكرت سانتا جالك ولا لا؟ لا ما جاليش لسه، ما جاليش والله، بس جاي، انا مستنيه، انا عارف ان هو جاي. سكرت سانتا جالك ولا لا؟ خرابي يا خرابي يا خرابي. تحب تقولي ايه في نهايه 2019؟ وداع يا دنيا وداع. اقول ربنا يجعلها سنه رخيه ان شاء الله عن الشعب المصري كله، ويخلي الرئيس بتاعنا، واهم حاجه ان احنا نكون شعب متماسك، لان الايام بتبقى ممكن تكون صعبه جدا، لكن اللي بيهونا ان احنا دايما مع بعض، دي اهم حاجه. وربنا يجعلها سنه سعيده على كل المصريين يا رب. يا رب نخلص من الاحزان وندخل على سنه جديده هنا بحب. جمله تحب تقولها بمناسبه السنه الجديده؟ 2020 سنه جميله وسعيده على الناس كلها، وكل انسان في جميع انحاء العالم بيعيد في 2020 هابي نيو يير يا جماعه، وعيشوا وعيدوا، لان فعلا الفرحه حلوه.
احب اقول لكل اللي انا اعرفهم كل سنه وانتم طيبين وانتم احلى حاجه في حياتي، وربنا يا رب يديم المحبه ما بيننا. والله هو كفايه ان احنا يعني بمناسبه السنه دي بنحاول ان احنا نلفت الناس على قد ما نقدر، نحاول ان احنا نضحكهم، نحاول ان احنا نجذب انتباه الناس لحاجه يعني هم مش عارفين مدى سعادتهم قد ايه بالاطفال لما يشوفونا ويتصوروا معانا ويضحكوا والكلام ده كله. الاهالي ما تبقاش عارفه قيمه دوت قد قيمه الطفل ذات نفسه، هو اللي بيقدر قيمتنا اكتر من كده. فربنا يجعلها سنه سعيده عليكم، والاطفال طبعا يعني مش عايز اقول لك دول احباب الله طبعا بعد اي حاجه، فدي حاجه بتبسطني جدا ان انا بعمل حاجة. ورجعنا لكم تاني بعد تقريرنا، ويا رب يكون خفيف على قلبكم زي ما شفتوا النهارده. مش انا اللي عملت التقرير خالص، ولكن كنت حريصه ان انا اكون ورا الكاميرا النهارده. اللي عمل التقرير بتاعنا طبعا زي ما انتم شفتوا بابا نويل. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه سعيده يا رب وخير عليكم، ويكون بدايه برنامجي كده وش السعاده عليكم. حابين بقى نرجع تاني للاستاذ احمد طبعا، وانت شفت معانا تقريرنا كان كله تفاؤل. حبينا بس نرفع عن الناس شويه. ده موقف ان شاء الله يا رب. الحمد لله. عايزينك بقى بالمناسبه دي تدينا كلمه ل 2020. طيب خلينا نقول عنواننا ان شاء الله ل 2020، ازاي تتولد من جديد في السنه الجديده. اوكي. حياه جديده وامل جديد بامر الله. يعني اول انا شخصيا هعمل، انا هقول لكم الخطوات اللي انا شخصيا هعملها بامر الله وبدات اعملها فعلا. ورقه وقلم وهكتب نقط القوه اللي مرت عليا في 2019، الحاجات الحلوه، الحاجات اللي استفدت منها، الحاجات اللي ادتني اي طاقه ايجابيه خلال 2019. ورقه تانية هكتب فيها كل الحاجات السلبيه، خليهم ورقتين عشان يكفوا. عايزين دفتر السنه دي بقى. مش مشاكل. اكتب الحاجات السلبيه اللي مرت، والحاجات المحبطه اللي حصلت، او الحاجات المشاكل اللي مستمره او مش مستمره ايا كان. طيب بعد شويه ارجع، يعني عدي مثلا ساعه ساعتين ثلاثه كده، وارجع للورقتين تاني، متاكد هم دول، مش ناقصك حاجه، مش في حاجه عايز تشيلها، خلاص هم دول ورقتين، دي سلبياتك او دي ودي ايجابياتك في 2019. تعالى نشتغل بقى على نقط القوه. نقط القوه نحط لها برنامج يدعمها. يعني مثلا لو انا في 2019 اشتغلت شغل كويس، دعمه، خد كورس فيه، اتدرب فيه، زود معلوماتك فيه. لو ربنا رزقني بطفل في 2019، اقرا عن الطفل، اقرا عن التربيه، اقرا وهكذا. لو نقط سلبيه نبدا نحط لها برامج علاج. هنقول مثلا والله بس انا مش لاقي برنامج علاج. طول ما انت بتحاول، تراي، طول ما انت بتحاول هتيجي، هتوصل بامر الله. اكيد. سواء بقى الحاجات اللي انت شايف ان انت ممكن تحلها او مش عارف تقدر تحلها، ادعي. خصص كل يوم من وقتك وقت كده، ادعي ربنا في الحاجات اللي نفسك انها تتحقق، سواء كانت نقط سلبية او نقط ايجابية عايزة تكبر. يبقى عملنا الورقتين، اشتغلنا على نقط القوة ونقط الضعف، وحطينا شبه بلان كده افكار وحلول للفترة اللي جاية هنعمل ايه خلال السنة الجديدة بامر الله. الخطوة اللي بعد كده، شوف الناس اللي انت زعلان منهم بس غاليين عليك، سواء كانوا الاهل، الأصدقاء، مزبوط. الزوج، الزوجة، الأب، الأم، الأخ، الأخت، كل العلاقات الجميلة دي، صح. اتكلم معاهم وروح مالكم يا جماعة زعلين ليه؟ حل، حاول تحل، لأن الحاجات دي عاملة زي القيود والأتقال الحديد اللي مكتفاك. بتنامي كل يوم وأنت فاكرة إن أختك زعلانة منك، وأنت مش بتكلميها، أو إن أخوك مقطعك، أو إن جوزك زعلان منك، او ان انت مراتك انت زعلان من مراتك، او حل بقى المشاكل دي كلها، ابنك، بنتك، قدر المستطاع حاول تحل كل المشاكل دي، بحيث تدخل السنه الجديده وانت متصالح ومتسامح مع كل الناس اللي انت بتحبهم اصلا وبيحبوك. وافتكر انت بتحبهم وهم بيحبوك، هي بس حاجات يعني حصلت كده شوائب، وانت تقدر تعديها بامر الله. بعد كده اخر حاجه، ما تستناش حد يدعمك، انت وقود نفسك. مش معنى كده انك تستغنى عن الناس، لكن خليك انت اشتغل عشان تحمل المسؤوليه على نفسك، مسؤوليتك شوي. وعشان نفسك. واخر حاجه، قرب من ربنا باي طريقه جديده، حتى لو انت بتعمل مقرب من ربنا عند ليفل معين، قرب اكتر واكتر. اخر حاجه بقى مع القرب من ربنا،
شوف الناس اللي أقل منك في الدخل، في الصحة، في أي حاجة، رقق قلبك بزيارتهم، سواء كانوا بقى أيتام، ناس مريضة، ناس كبار في السن، ناس تشعر بالوحدة، أيا كان ده هيساعدك كتير إن شاء الله. طبعا خلصت فقرتنا النهاردة مع أستاذ أحمد البدوي اللي كان مشرفنا، ويارب نكون قدرنا ردينا على المشاكل اللي جات لنا وأسئلة. طبعا بدون ذكر أسامي، احنا كنا متحفظين جدا النهاردة ان احنا ما نسميش أي مشكلة جات لنا، كنا بنتكلم في النطاق العام. ويارب تكون سنة سعيدة وخير عليكم. بضم صوتي لصوت أستاذ أحمد النهاردة وبقول لكم عشوها في تفاؤل، وعشوها بحب، وعشوها بنية صافية، وإن شاء الله ربنا مش هيخيب ظن حد أبدا في 2020، واللي ما قدرش نحققه السنة اللي فاتت نقدمه ونحققه السنة دي. خلصت فقرتنا معاه، ولكن هنطلع لفاصل بسيط ونرجع لضيفتنا وضيفة الفقرة الثانية، انتظرونا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل بتاعنا، ويا رب ما نكونش طولنا عليكم. رجعنا بقى في فقرتنا اللي هي واخدة الشو كله بتاع الحلقة النهاردة، طبعا مع الجميلة القمر القريبة لقلبي أنا شخصيا الفقرة، وصاحبة الفقرة كمان معانا النهاردة الأستاذة دينا الرفاعي خبيرة الأبراج وعلم الفلك، هترد على كل أسئلتكم وهتقول لنا بقى نخش 2020 بتفاؤل ولا نلف ونرجع تاني ل 2019. نورتين. نورك والله. نورتيني ونورتي الاستوديو. كل سنه وانتي طيبه. كل سنه وانتوا طيبين. وانتي طيبه والصحه والسلامه. هي بقى الاخبار ايه؟ احنا سامعين كده شائعات كتير عن الابراج. بصي، السنه دي 2020 فيها حدث استثنائي جدا في الفلك. هتكلم يعني يمكن بعدين هنفسر والناس تفهم اكتر. اوكي. في ثلاث كواكب هيلتقوا في منزل برج الجدي. وده برجي. انا مش برشيها. لا هو برجي بس انا ما برشيش حد. وده شيء عظيم. لا ده هيعمل انقلابات كبيره جدا. يا رب خير. يعني زحل والمشتري وبلوتو الثلاثه في حدث استثنائي ما بيحصلش من مئات السنين، هيلتقوا. ده لقاء غريب جدا لانه في اثنين عكس بعض تماما، زحل والمشتري. وبعدين والناس بتتكلم على التوافقات وكده، واتكلم يعني هنفهم تمام هما ازاي ضد بعض. فده حدث استثنائي كبير جدا. فهي سنة مليانة بالمفاجآت، لكن فيها انفراجات كبيرة جدا على الترابيين، خاصة أصحاب الحظ الأوفر الحقيقة السنة دي، الجدي، الثور، العذراء، معهم المائيين ما عدا السرطان، هيجد شوية معاناة. العقرب والحوت في حظ برضو إن شاء الله بالنسبة لهم. هي بشكل عام فيها انفراجة كبيرة على الجميع بإذن الله، يعني احسن من سنين فاتت كتير. يعني حركه الكواكب وكده السنه دي هتفرق كتير، يعني الناس تتفائل طبعا. اكيد يعني ندخل بقى 2020 برجلنا اليمين ان شاء الله. طبعا ده لازم. بس رغم انه رقم 2020 رقم صعب، يعني في علم الارقام بيقولوا انه ده رقم صعب، لكن هي سنه مش هتتنسي. يعني الفلك وعلماء الفلك هيسيب فيها علامات لكل برج. سنه مش هتتنسي، يعني سنه فيها، يعني ترقبوا 2020 اللقاء بتاع الثلاثي اللي انا قلت عليه ده لقاء مهم جدا، نترقبه بكل خير ان شاء الله. طيب احنا بقى اول ما بدانا ان احنا ننزل تنويه على البيج بتاعنا، ابتدى الناس تعلق بقى وتقول كل واحد تاريخ ميلاده ايه والابراج. انا مش عايزه انسى حد خالص النهارده، عايزين نتكلم عن كل برج سريعا كده، يعني تقول لنا بقى ايه مثلا برج الجدي، ايه اللي يتجنبه السنه دي، ايه الكويس ليه، ونبتدي بقى كل واحد معانا كده ورقه وقلم مكتبه معانا ويلا نستعد. لا بصي، انا هقول لك على حاجه، هو يعني هتكلم عن الترابيين. أوكي. الجدي والثور والعذراء. الجدي والثور والعذراء الابراج الترابيه الحقيقه مستقره السنه دي، هتشهد استقرار كبير، وعندهم نواحي ماليه كويسه، وممكن يعملوا كارير شيفت كمان، وبالذات الثور ممكن يغير عمله، و هيدخل في يعني علم جديد، هيبتدي يتعلم او ياخد حاجه. يعني الثور بيحب يطور نفسه دايما ويحب يتعلم حاجات جديده. فالترابيين مستقرين بشكل كبير وعندهم انجازات على المستوى المهني كبيره جدا. طب لو هنتكلم بقى عن الثور، عشان في ناس برضو ما تعرفش الابراج بتاعتها كويس، نتكلم عنه من تاريخ كام لكام، يبقى كده برج الثور. الثور من 23/4 او 22/4 ل 21/5. اوكي. ده اخر يوم في برج الثور. ودول الترابيين هم الارض، هم الثبات، هم القوه،
هم الصبر، هم الشغل، العمل ثم العمل ثم العمل، هم القيادة. دايما الترابيين في القيادة وفي الزعامة، يعني برج الجدي برج الزعماء معروف. الله يخليك الله يخليك. انا ما برشاش والله يا جماعه، هي جايه كده لوحدها. انا كده، انا جايه كده فعلا. فالترابيين طبعا يعني الاستقرار والقوه والامان يعني. بس طيب معانا مكالمه من سلمى من القاهره. الو. الو. ايوه مساء النور، اتفضلي. انا كنت عايزه اسال الاستاذه دينا وارحب بيها، منوره استاذه دينا. نورك يا سلمى. ان شاء الله. انا 1/9، كنت عايزه اعرف 1/9 العذراء. العذراء واخويا 18/7 جولاي. سرطان. سرطان تمام. ده اخويا. تمام. شكرا جدا يا سلمى، هترد عليكي دلوقتي. سلمى كل سنه وانت طيبه يا سلمى. بصوا العذراء انا قلت السنه دي من المحظوظين ان شاء الله باذن الله يعني. سلمى انت هتستقري ماديا وعاطفيا، يقال ان هيلاقوا حب حياتهم العذراء. يا سلمى بقى، يا سلمى. كنت خليتي شويه. مش كنت خليتي شويه يا بنتي. هيلاقوا حب حياتهم ان شاء الله، ان شاء الله العذراء. في السنه دي في ارتباطات كتير يعني عموما يعني في كل الابراج. في ارتباطات غالبا. في ارتباطات. مفيش طلاق يعني، ما عندناش فركشه. لا في انفصالات. في برضه في انفصالات. نركز بقى على الانفصالات دي. ليه؟ بقى نركز على الارتباطات. نشوف عشان الناس بقى تلف وترجع تاني ما تخشش. ليه نركز؟ لا في ارتباطات كتير السنه دي ان شاء الله للترابين خاصه، للترابين خاصه. فالعذراء السنه دي سنه حلوه ان شاء الله بالنسبه له قوي. الكانسيريانز السرطان هيعانوا شويه السنه دي، و أنا نصيحة للسرطان الحذر ثم الحذر في المعاملات، في شغله، ورق عقود وحاجات بيمضي عليها، لأنه عرضة أنه يتنصب عليه السنة دي. يعني السرطان العذراء والله السرطان. أوكي. هيواجه شوية صعوبات السنة دي، بس في آخر 4 شهور إن شاء الله تحصل له انفراجة بإذن الله. طيب لو هنتكلم بقى عن برج العقرب، عشان جاي لنا مسجات كتير جدا ناس عقرب. هم كتير. اديني بقى، اديني العقرب دول، اديني حبايبي. هم مالوا البلد. العقرب معاك المايك. العقرب لا تقرب. لا ماما من المحظوظين السنه دي والله. يعني انا قلت لك هم الجدي والثور والعذراء والحوت والعقرب والميزان والجوزاء الاكثر حظ. الجوزاء؟ الجوزاء محظوظ جدا وعاطفيا تحديدا. يعني الجوزاء استقرار وارد جدا السنه دي. هم مش من الابراج على فكره بتستقر بسهوله. دول اللهم احفظهم يعني. يعني حلوين جدا ومش مجانين خالص، ومش يقوموا يحبونا ويمشوا ويكرهونا ولا اي حاجه. ايوه معايا انا من الشخصيات دي. لا ده انت معاكي مستحيل. لا وعايزك بقى تكلميني النهارده كمان عن الجوزاء والجدي. لا ده مستحيل اقسم بالله، دي علاقه مستحيل. طب خطيبي بيسمعك دلوقتي وبيقول لي خلاص انهي الحلقه بقى. انا مضطره اسف، بس انا دايما اقول لك على حاجه، في دايما استثناءات. يعني هي العلاقات يعني فلكيا بنقول كده، بس في استثناءات. طبعا في استثناءات في الحياه، يعني ممكن جوزاء وجدي ينجحوا، وارد اكيد تحسن. طبعا كل حاجه ايوه يعني في قانون الاستثناء بقى اكيد طبعا. بس. طب معانا ام محمد من السويس. الو. معانا ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. وطي التلفزيون بس شويه. السلام عليكم. وطي التلفزيون بس شويه. ماشي. اتفضل لو سمحت. انا عايزه اعرف 30/11 اللي هو العقرب تقريبا، صفاته والسنه الجديده ان شاء الله. دكوس. شكرا جدا يا ام محمد، هنرد عليكي دلوقتي. اتفضل. قوس راجل ولا ست مش عارفين. عموما القوس 20/20 20/30 20/40. القوس من الابراج المحظوظه. لا ودمهم خفيف طبعا. ثلاث ارباع الحظ هم عندهم طاقه ايجابيه لا حدود لها. ثلاث ارباع الحظ اللي موجود في الابراج موجود عند القوس. 20/20 ولا ده على طول؟ عموما هم بشكل عام هم محظوظين، هم من الابراج المحظوظه يعني، دي معروفه يعني. فالقوس ما تقلقيش عليه خالص. يعرف يدبر حاله ويعني لانه الحقيقه بيقابل الحياه ببساطه. يعني القوس بيقابل الحياه ببساطه وعنده دايما طاقه ايجابيه، ما بيتوقعوش الأسوأ. يعني العقرب مثلا متشائم شويه في نظرته على طول، يعني نادرا ما تلاقي عقرب متفائل.
شديد جدا جدا. هم متشائمين شويه، الجدي كمان عندهم حته تشاؤم شويه وتشكك دايما. شكرا. لكن العقرب اكتر من الجدي. دي حقيقه. هم ما بيثقوش في حد بسهوله. لا خالص، ومتشائمين غالبا. نظرتهم يعني الابروتش بتاعهم للحياه في تشاؤم. لكن القوس على العكس تمام، هو شايف ان كله هيبقى حلو، كله هيبقى تمام، وكله جميل، ودي حاجه الحقيقه جميله ومطلوبه. اكيد طبعا طبعا مطلوبه الحقيقه. معانا كمان اسماء. الو. الو. ايوه اتفضلي. ممكن عايز اسال على برج جوزي والبرج، وبرج انا كمان. اتفضلي قولي التاريخ. جوزي 14/5 طول. جوزي 14/5/1982. ماشي مش مهم. تمام. مش مهم. استنى. وحضرتك؟ وانا 16/10/1991. 16/10/1991. تمام. هنرد عليكي دلوقتي يا اسماء، شكرا جدا. التور والميزان من العلاقات اللي بتنجح بشروط، لان هما الاثنين بيسيطر عليهم نفس الكوكب فينوس، كوكب الجمال، الاحساس بالجمال والذوق والرقه. الاثنين الاثنين يا ماشيين يوزعوا حب بقى. لا الميزان طبعا هو العاشق على فكرة. طبعا الميزان هو العاشق في الزودياك، هو الحبيب. التور طالما لم يستنفر ولم يستفز هيفضل طيوبة وذوق ولطيف جدا، لكن تيجي ناحية كرامته أو تقللي منه أو يعني تحطيه في حتة مش بتاعته، يعني بيبقى عنيف. يتحول بقى. يتحول وغضبه صعب. بس صبره طويل الحقيقة، صبور. فدول بينجحوا بشروط إن يتنازل شوية طور عن عناده. الميزان دبلوماسي وعقلاني متزن وباحث دايما عن العدل، وهما الحقيقه من الناس المؤدبه. يعني الميزان تحسي دايما هو راجل او ست مؤدبين، يعني ما عندهمش انفعالات كبيره، يظبطوا نفسهم، بيعرفوا يتحملوا جدا جدا جدا. لا ويوازنوا بين العاطفه وبين العقل دايما، فهم متزنين الى حد كبير. كويس. ومهذبين. طيب عندنا كمان ام الاء. الو. السلام عليكم. ام علاء. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه يا فندم، اتفضلي. انتم طيبين كل اللي عاملين في البرنامج، وبالف خير وصحه. الله يا رب. الله يخليك يا رب، تسلمي لي. انا عندي ابني مواليد 1 فبراير سنه 80. تمام. علاء الدين 1 فبراير 80. اسماء 3/7/2000. كانسير. تمام. طيب ممكن اللي في سني يعني ينفع؟ طبعا انت على راسنا النهارده، اتفضلي. تسلمي. انا 15/10/60. 15/10. صفيه. تمام. هنرد على حضرتك دلوقتي حالا. شكرا شكرا شكرا. ده حضرتك والدلو والابن. والبنت. البنت الدلو ولا الولد؟ لا البنت اللي كانت تاني واحده معايا. كانسيريان سرطان. لا انت والابن طبعا علاقه فيها تناغم كبير جدا. الميزان والدلو اصحاب وحبايب قوي 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 قوي، يعني دول ما فيش بعد كده. راجل الدلو طيب جدا، طيب الى حد السذاجه يمكن، يعني وانساني جدا، مش عاطفي، يعني ما عندهمش تعلق عاطفي. ستات ورجاله على فكره، يعني اكتر ناس تدرس دايما كنت اقول انهاء التعلق العاطفي ويعملوا صح الدلو والقوس الاثنين دول. يعني نقدر نقول في حلقتنا النهارده ان سنه 2020 داخل علينا بتفاؤل. ان شاء الله. يعني كلها خير، وهتسيب في كل برج علامه كبيره كبيره. هي سنه لن تنسى زي ما بيقولوا علماء الفلك، سنه هتبقى مؤثره جدا، ونتمنى انها تبقى مؤثره بالخير. يعني طب ايه بقى اللي نقدر نتجنبه السنه دي؟ لا احنا هنتجنب السنه دي بالنسبه اكتر ناس هتعاني السنه دي الحمل. خلصت حلقتنا. انا اسفه جدا طبعا، الوقت عدى بينا، ولكن قدرنا نرد على معظم الاسئله اللي جات لنا على البيج بتاعنا، ونورتنا النهارده دينا الرفاعي خبيره الابراج القمر. حلقتنا مش هتخلص، هنكمل معاكم تاني في حلقات كتير، وهنتكلم على طول عن الابراج باذن الله. مشاهدينا خلصت حلقتنا، ويا رب نكون امتعناكم النهارده، ونستناكم ان شاء الله في حلقه جديده ومن اول السطر.